وحشتني. زي ما بيوحشك اخوك وهو في باريس، زي ما بيوحشك ابن عمك وهو هاجر وفي لندن بقاله 25 سنه، نفسك تشوفه زي ما وحشك، زي ما وحشك، زي ما وحشك، وحشتني كمان خفيف. لكن هناك عقل يفكر، وربنا هو اللي بيدبر. ما انا بفكر، هل يا ترى العب ولا اهدى؟ انا شايف ان انا اهدى. لقيت جماعه من منطقه عربيه جايبين قد كده فلوس، وتعال اعمل لنا بقى كمان خفيف، عايزين نضرب كل اللي اتعملوا بتاع. فقلت لهم في الاوضه دي وعلى المكتب، قلت لهم على فكره انا مفيش فلوس في العالم لو جبت لي، مش في حاجه اسمها مال قارون، لو جبت لي حضرتك مال قارون وجيتني مش هتعرف تقنعني. انا بس هنا اقتنع، ممكن اقول خد فلوسك كلها وانا هعمل ده. انا لغايه دلوقتي مش عارف اعمل ايه. وجهه تانية كلمتني على اساس ابقى منتج مشارك مع واحد ودوله كده. فالمهم ده حاجه وده حاجه، لكنني ما زلت جبانا خواف، مش قادر، مش قادر، خايف ارجع اقوم اقع في نسبة اقل، او اعمل حاجة اقل، او الناس تقابلني في الشارع تقول لي ليه كده، يا نهار اسود، ده انا لو حد قال لي ليه كده هتلقاني جاري على ضابط شرطة واخد الطوانجة بتاعته ضارب نفسي وماي. ما اقدرش تقول لي ليه كده، ليه كده، ده ايه يعني، انت تزعل مني يعني؟ انا اقدم حاجة لحضرتك تقوم تقول لي ايه ده، يرضيك يعني؟ ما صعب.